يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والساده متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظه فيها. صباح الفل وصباح العسل. صباح الجمال والشياكه يا كريم والله. بعد ما عندكم انت متالق بقالك فتره. بعد ما عندكم والله بعد ما عندكم. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. وخلينا كده زي ما احنا متعودين نبدا وننوه عن الفقرات اللي معانا، الفقره يعني المحببه لينا احنا كمان مش بس لحضراتكم النوستالجيا. هتكون معنا فقرة أولى وهنتكلم عن المواجهات المصرية العربية مع الأستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف العربي. فقرة تانية هيكون معنا كابتن ماهر همام والنجم الأهلي السابق، وأكيد ملفات كتيرة برضو هتهم حضراتكم. سؤال السوشيال ميديا بقى. النهاردة بقى طبعا بما إن النهاردة مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا مصر وتونس، فسؤال السوشيال ميديا في منتهى البساطة هتتفرج على ماتش مصر وتونس فين ومع مين؟ وتبقى فرصة عظيمة برضو تمنشن صحابك اللي تتفرج يعني هتتفرج معاهم على الماتش النهاردة. أنت هتتفرج فين؟ والله أنا غالبا للأسف الشديد اشك ان انا هلحق اتفرج لان هيبقى عندي تصوير وقتها. عندك تصوير غالبا يعني لو لحقت الشوط الثاني يبقى شيء عظيم. طيب ربنا يسهل الحال. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم اخبارنا، وطبعا زي ما انتم عارفين النهارده منتخبنا الوطني عنده مباراه مهمه جدا امام منتخب تونس في نصف نهائي كاس العرب، وباذن الله نقدر نتخطى نسور قرطاج عشان نقدر نوصل بالتالي للنهائي. الحقيقه المباراه دي ليها مجموعه كبيره من المكاسب بغض النظر بقى عن النتيجة. أولا إحنا كده كده بنستعد لمواجهة تونس أو الجزائر أو المغرب أو السنغال أو نيجيريا في طبعا المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم واللي هتكون في مارس اللي جاي بإذن الله. فبطبيعة الحال الاحتكاك المباشر في ماتش زي ماتش النهاردة وقبله في ماتش زي ماتش الجزائر ده بيتقل من إمكانيات لاعبتنا وتعتبر خير استعداد للماتش الأهم في مشوارنا الفترة اللي جاية. عشان كده البطولة دي الحقيقة يعني ناجحة جدا ومفيدة جدا بكل المقاييس لكيروش والجهاز الفني وجهاز المعاون وكمان أكيد لكل اللاعبين. انا هتفق معاك لان اعتقد احنا يعني فعلا ما كانش او ما كناش هنلاقي فرصه زي دي لخوض بقى نتكلم عدد مباريات كبير جدا وقويه جدا قبل الماتش الفاصل زي طبعا بطوله كاس العرب. كمان كانت فرصه لكيروش ولينا كلنا حتى عشان اختبار عده عناصر جديده. وعلى كل حال خلينا برضو في ماتش النهارده باذن الله زي ما انت كنت بتتكلم نكمل بقى المشوار في البطوله ونوصل كمان للنهائي وبعد كده نلعب على اللقب البطوله اللي فعلا انا شايفه المنتخب مصر وكيروش محظوظين جدا بيها وكمان بتوقيتها عشان قدر ان هو كمان يضم عدد كبير جدا من اللاعبين لاختبارهم وان هم كمان مش بس يختارهم وخلاص لا ينجحوا في الاختبار ده. هالي كانت فرصه عظيمه لكل لاعب ان هو يثبت نفسه. فخلينا نقول امثله مثلا احمد رفعت، حسين فيصل، عمر كمال، غيرهم وغيرهم كمان. يعني ده هيخلي كيروش يجهز قائمه للمنتخب الاساسي فيها زي ما بنتكلم البدلاء كمان يبقوا كلهم اوراق رابحه. هي دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها برده من فتره طويله جدا في اي بطوله قارية أو عالمية كمان. فكل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا النهاردة في منافساته القادمة. ماتش هيبقى قوي وماتش مهم جدا ويمكن هيبقى فيه منافسات لو علي معلول هنتكلم في كل دي يعني. طب أقول لك إيه؟ ما تيجي نقف عند النقطة دي. أو ماتش النهاردة يا حضرات فعلا هيكون فيه شوية مفارقات كده تبين لكم ليه كرة القدم هي فعلا الساحرة المستديرة بالمعنى الحرفي للكلمة. اللي بتشجعه النهاردة ممكن جدا تكون واقف ضده بكرة. يعني على سبيل المثال أنت قلتي علي معلول، علي معلول لو جاهز وهيلعب في مباراة النهاردة برايك مين اللي هيكون بيلعب عليه؟ مين اللي هيمسكه؟ النقطه دي لا اكرم توفيق يعني لو هتسالني اكرم توفيق طبعا يعني اعتقد هو اللي هيكون في جبهه معلول. واكيد برضو كيروش مش هيفوت فرصه ان اكرم يبقى هو اللي ماسكه كمان مان تو مان يعني ان هو اكيد حافظ لعبه. بس على كل حال اهم حاجه اهم نقطه ان احنا نكون جاهزين وفي نفس الوقت ما يكونش في اصابات علشان كمان الفتره اللي جايه والسوبر الافريقي باذن الله. ده اللي احنا دايما بنقوله وده احنا دايما بندعي قبل اي يعني بطوله كبيره. طيب نروح بقى لتصريحات كيروش في المؤتمر الصحفي اللي اقيم بالامس. قال ان في لحظات عصيبه هتمر على الفراعنه في مباراتهم امام تونس، لكن على حد تعبيره قال نحن سعداء اننا سنلعب ضد تونس، هو فريق رائع ولديهم مدرب رائع ايضا. قال كمان المنتخب التونسي تاهل لكاس العالم 5 مرات، بالتالي هذا يعطينا كل المعلومات فيما يتعلق بالنتائج الملموسه للمنتخب التونسي، وهذا يعني انهم دائما على مستوى عالي وبامكانهم لعب كره قدم جيده. أضاف كيروش وقال الفرق الأربعة اللي وصلت لنصف نهائي كأس العرب هم أفضل فرق البطولة والمباراة غدا ستكون صعبة اللي هي مباراة النهاردة ستكون صعبة على الطرفين. برضو من ضمن التصريحات اللي قالها قال في بعض اللحظات الأمور ستكون صعبة علينا خلال اللقاء وحينها علينا أن نكون أقوياء لكي نتمكن من تجاوز كل المشكلات، وهناك أيضا لحظات أخرى ستكون فيها الأمور صعبة على تونس وسوف يكافحون ويقاتلون للتخلص من كل العراقيل في وقتها.
كمان سوليا كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي، قال من ضمنها ان المباراه هتكون صعبه على الفرقتين لان هي بين منتخبين من اقوى المنتخبات في افريقيا، وان مصر هتلعب من اجل الفوز. عموما بدل ما نقعد نحكي كتير نشوف مع حضرتك الجانب من التصريحات. انت قلت كل حاجه برضه، الناس ياخدوا فكره ياخدوا فكره. اتفضل. تاريخ يعني ما بيساعدش في الكوره قوي، يعني انت بتتكلم على تاريخ او حاجه حصلت من سنين او حصلت امبارح، ده خلاص يعني بنعتبره تاريخ. كل مباراه وبيبقى ليها ظروفها وبيبقى ليها الاحتمالات الفوز والخساره. بكره ان شاء الله يعني احنا هنلعب على المكسب طبعا، هنطلع اقصى حاجه عندنا وان شاء الله نقدر نحقق الفوز بكره. وزي ما قلت لك التاريخ ما مش هيساعد حد، ولا منتخب مصر ولا منتخب تونس، ولا اسم منتخب مصر ولا منتخب تونس هيلعب لوحده. في الاخر في لعيبه بتأدي في الملعب، واللي هيكون احسن هو اللي يستحق الفوز. خلينا نروح بقى لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لناقش العديد من الملفات كانت مهمة جدا تخص قطاعات النادي المختلفة، وفي قرارات كمان اتخذت كالتالي: تكليف السيد إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة. ثانيا، تكليف دكتور هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة. ثالثا، اعتماد اللائحه المقدمه من المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان اللي بتهدف لتوسيع المشاركه، وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان. كمان تضمنت القرارات تفويض الكابتن حسام غالي بحضور الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم اللي هتنعقد خلال شهر يناير المقبل ان شاء الله لانتخاب مجلس اداره جديد. كمان استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية على أن يقوم بتشكيل اللجنة، اختيار السيد محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي الأهلي، تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وعضوية محمد الضماطي ومحمد الجرحي عضوي المجلس، وأيضا لمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. وكمان تم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير كافة موارد النادي الأهلي. طيب تعال بقى نروح لملف تاني خالص، وهي كانت حاجة غريبة ومفاجأة برضو كبيرة مش لينا احنا بس، لا لناس كتيرة جدا، لان بالامس كان في خروج لمحمد صلاح نجم ليفربول طبعا من قائمة المرشحين للانضمام لافضل فريق في العالم عن عام 2021، ده المقدمة من حاجة اسمها فيفا فيف برو. فايه اللي حصل ليه كده؟ رابطة اللاعبين المحترفين الدولية اعلنت بالتعاون مع الفيفا عن 23 لاعب حصلوا على اكبر عدد من الاصوات، تمام، وهيتم الاعلان عن نتائجها مفروض في حفل الفيفا يوم 17 ديسمبر، ده عشان يكشفوا عن كمان الفريق المثالي في العالم. طب فين القصة؟ القصة ان اسم صلاح ما كانش في التشكيل المثالي. اللي حصل انه طلب يعني كل من الفيفا والفيف برو من لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع انحاء العالم التصويت لصالح افضل 11 لاعب من وجهة نظرهم، على ان هم كمان يتكونوا من حراس مرمى، مدافعون، لاعبوا وسط، مهاجمون. ولاول مرة بنتكلم من 17 سنة باجراء فيف برو قامت بتحديث القائمة هنا وتقليص العدد، كان 55 لاعب بقوا 23، هم كانوا 3 حراس مرمى وست مدافعين وست لاعبي خط الوسط وست مهاجمين. بس القصة كلها ان محمد صلاح ما كانش من الاسامي اللي مترشحة. عجيبة فعلا، عجيبة فعلا غريبة، يعني عجيبة. فعلا غريبة. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بكم مرة تانية، ودلوقتي جت فقرة أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة والأنشطة كمان، ورسلتنا العزيزة منا إبراهيم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا منا صباح الفل عليكي طبعا في الأول، وخلينا نعرف منك كل الأخبار اللي عندك الخاصة بالنادي الأهلي، اتفضلي. بصبح يعني هواند عليكي وعليكي يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني انا النهارده موجوده في النادي الاهلي بالجزيره، وخاصه او تحديدا من ملعب مختار التتش. يعني يمكن النهارده خلونا نبتدي، بما اننا في التتش خلينا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم اللي بيستعد وبيواصل استعداداته فنيا او طبيا للسفر طبعا لمباراه السوبر الافريقي. يعني يمكن الجهاز الفني والطبي بيضع لمساته الاخيره فنيا وطبيا، فنيا لانه الفريق ان شاء
الله هيسافر يوم الجمعة المقبلة أو بعد غد تحديدا يوم 17 ديسمبر، البعثة اللي بيرأسها طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في الماتش السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي إن شاء الله يوم 22 ديسمبر. النهاردة يمكن البروفا الأخيرة اللي هيطمن من خلالها مستر موسيماني على جميع عناصر الفريق. في ماتش النهاردة ودي أخير مع نادي سموحة، من خلاله هيعرف كابتن موسيماني كل الجوانب او ياكد فيها التاكتكس كلها عفوا المطلوبه منه في المباراه القادمه ان شاء الله في الدوحه. المباراه هتبقى الساعه 3 العصر، ده طبعا علشان نقدر او يقدر الجميع ان هو يتابع مباراه مصر وتونس النهارده في الدور قبل النهائي من بطوله كاس العرب. نتمنى اكيد لمنتخبنا الوطني كل التوفيق. اما بقى طبيا فالفريق النهارده هيجري اخر مسحه طبيه هتبقى قبل السفر علشان يطمن الجهاز الطبي طبعا كله على الفريق جميعا وعلى كل عناصر الفريق، طبعا الجهاز الفني والطبي كمان. يعني دي كل اخبارنا للفريق الاول لكره القدم. اما باقي الفرق الرياضيه المختلفه فصراحه النهارده استعدادات عباره عن خليه نحل في جميع الاصعده. الفرق كلها بتستعد لمباريات كتيره جدا، هتكون هيبقى ويك اند دسم جدا، جمعه وسبت هيبقوا مليئين بالماتشات والاستعدادات والبطولات اللي ان شاء الله تبقى كلها من نصيب النادي الاهلي. خليني اقول لكم في البدايه ان فريق كره السله رجال بيستعدوا لمباراه مصر للتامين يوم الجمعه المقبله طبعا بعد ما فازوا على مباراه مصر المصريه للاتصالات الاخيره. كمان من الاخبار السعيده جدا ان لاعب الفريق ايهاب امين، يعني احد ابرز واهم العناصر في الفريق من الفتره الاخيره، كان تعرض او اجرى عمليه الزايده وغاب فتره عن التدريبات الجماعيه، لكن في خلال اسبوع ان شاء الله هيكون جاهز للتدريبات بشكل طبيعي جدا وهيرجع ان هو يبقى مع باقي عناصر الفريق وبصوره منتظمه. اما كره السله سيدات بقياده طبعا كابتن علي هاشم بيستعدوا ايضا لمباراه نادي الشمس في دوري سوبر للمحترفات لكن يوم السبت القادم ان شاء الله. اما عن كره الطايره رجال بيستعدوا كمان لمباراه هليوبلس يوم الجمعه المقبله في الجوله الرابعه من بطوله الدوري، وفاز كان خليني افكركم ان كان فاز الفريق على الثلاث جولات الماضيه اخرهم كان مع نادي اسكندريه للبترول، وبكده بعد المباراه يوم الجمعة إن شاء الله مع هليوبلس هيبقى فاضل للفريق مباراة واحدة بس في المجموعة الأولى اللي هو متصدرها لحد دلوقتي. المباراة هتبقى مع سبورتنج إن شاء الله، دي هتبقى المباراة الأخيرة في المجموعة الأولى. اما بقى عن كره اليد سيدات اللي بيستعدوا ايضا لمباراه نادي سموحه يوم السبت القادم، المباراه هتتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا في النادي الاهلي الساعه 4 العصر ببطوله طبعا الدوري. يعني يمكن محترفه الفريق سندس حشانه اللي كانت مسافره الفتره الماضيه غابت شويه عن الفريق علشان كانت بتشارك مع بلادها تونس في كاس بطوله كاس العالم، هترجع ان شاء الله يوم الجمعه الجايه ومن بعدها على طول هتبدا تشارك مع الفريق بصوره منتظمه جدا في التدريبات. اما بقى عن اللاعبه ليلى شريف اللي كانت مصابه وكان عندها كانت تشتكي من شد في العضله الاماميه وخاضت لفتره مش قليله من التاهيل والعلاج الطبيعي، دلوقتي هتكون راجعه ان شاء الله من يوم السبت هتقدر ترجع وتشارك مع الفريق بشكل طبيعي جدا في التدريبات الجماعيه. اما بقى واخيرا رجال تنس الطاوله اللي حقيقي عاملين بطولات ومحققين دايما ويعني مشرفينا ورافعين اسم النادي الاهلي دايما وحاطينه في الصداره، عندهم او بيواصلوا استعداداتهم لمباراتهم القادمه امام نادي طنطا يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. وبكده يعني الفريق دلوقتي بيلعب في الدور الثاني من بطوله الدوري، بعد مباراه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مش هيبقى فاضل لهم غير مباراه واحده امام نادي اسوان. وعايزه افكرك يا هاند كريم انه لقب البطوله دي السنه اللي فاتت او النسخه الماضية كانت من نصيب رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إن شاء الله كمان البطولة دي تبقى من نصيبهم ويتوجوا باللقب زي النسخة الماضية. يعني يمكن زي ما قلت لك الجمعة والسبت اللي جايين هيشهدوا ماتشات كتير جدا وبطولات كتير جدا، علشان كده اليومين دول هيكونوا آخر بروفات استعداد للماتشات المقبلة إن شاء الله. أول حلقة من 10 الصبح في الأهلي يوم الأحد اللي جاي نبقى بقى بنقول النتائج وبنبارك لبعض إن شاء الله. أشكركم جدا على المتابعة والعودة إليكم مرة ثانية في الاستوديو، اتفضل. وإحنا كمان بنشكرك جدا جدا على هذه التغطية والأخبار الحلوة كمان اللي انت بتتكلمي عنها خاصه بالنادي الاهلي، شكرا ليك. نروح بقى على مقر موقع يلا كوره وزميلتنا العزيزه سالة حامد ونتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع، وهيكون كمان ليها لقاء مع الاستاذه منى عمر الصحفيه في موقع يلا كوره. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفتك، اتفضلي.
صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا جوله صحفيه جديده، ولكن المره دي يا كريم زي ما انت قلت من موقع يلا كوره هكون معاكم، وكمان ضيفتي الناقده الرياضيه والصحفيه الاستاذه منى عمر اللي هتكلم طبعا بتفاصيل النهارده عن اخبارنا. كل الاخبار هتكون اخبار رياضيه من الصحف العالميه او كمان المحليه. ويمكن اول خبر معانا النهارده من موقع يلا كوره، مصر تتحدى تونس من اجل نهائي عربي استثنائي. وتاني خبر معانا النهارده من جريده الشروق، مواجهه خارج التوقعات بين المنتخب الوطني وتونس وقمه افرو اسيويه بين قطر والجزائر. والخبر الثالث معانا النهارده من جريده الجمهوريه، رقمان في انتظار الفراري. والخبر الرابع من روسيا اليوم، بايرن ميونخ يحسم لقب بطل الخريف في الفاندس ليجا بخماسيه في شباك شوتوتغارد. يمكن النهارده كل الاخبار دي هتتكلم معانا فيها الاستاذه منى عمر الصحفيه والناقده الرياضيه من موقع يلا كوره. طبعا يا استاذه منى في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا يعني في البدايه خليني اتكلم معاكي في اول خبر النهارده، وهو مواجهه يعني المواجهه الكبيره اللي هتكون موجوده النهارده، مواجهه مهمه ما بين يعني الاثنين من المنتخبات الكبيره العربيه، منتخب مصر وتونس. كلميني عن مواجهه النهارده ان شاء الله اللي هتنطلق في تمام الساعه 5 مساء. صباح الخير عليك يا سالة الاول، وصباح الخير على كريم ونهاوند في الاستوديو، وصباح الفل طبعا على كل متابعي قناه النادي الاهلي. زي ما قلتي طبعا عندنا ماتش النهارده مهم جدا، ماتش منتخب مصر وتونس، مباراه كبيره. من وجهه نظري الشخصيه او بالنسبه لي يعني دي من ضمن المباريات اللي كنت حطاها ان هي تديني انطباع عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب. المباراه الاولانيه كانت مباراه الجزائر، رغم ان هي المنتخبين كانوا تاهلوا وكان الفرق بس في الصداره كده ولا كده، كان المنتخبين صعدوا مع بعض الربع النهائي، الا ان المباراه كانت قويه جدا، شهدت حماس كبير جدا 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 ما بين لعيبه المنتخبين. مباراه تونس النهارده هتشهد نفس الامر، هيبقى في حماس ما بين منتخب تونس وما بين منتخب مصر، خصوصا انه اللي هيكسب في المباراة طبعا هيصعد للمباراة النهائية. المنتخبين استعدوا بشكل جيد جدا، على الرغم كمان ان منتخب تونس عنده لعيبة مهمة جدا زي غلال شعلاني، زي فرجاني ساسي طبعا لاعب الزمالك السابق، فخر سيف الدين الجزيري طبعا لاعبنا علي معلول. منتخبنا برضو استعد بشكل جيد جدا للمواجهة دي. الجماهير المصرية كمان منتظره ان هي تشوف مباراه جانبيه ما بين اكرم توفيق وعلي معلول، طبعا لو علي معلول قدر ان هو يلعب النهارده في الماتش مع منتخب تونس. بالنسبه لي الماتش طبعا هيبقى فيه اثاره، هيبقى فيه اهداف، هيبقى فيه حذر طبعا في الاول ما بين المنتخبين، خصوصا زي ما قلنا في الاول ان ده ماتش هيأهل للمباراه النهائيه يعني. يمكن خبر برضو التاني معانا النهارده يا استاذه منى، وهو انه خارج التوقعات طبعا كل ما كانش متوقع ان في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس العرب هيكون موجود منتخبنا الوطني وطبعا منتخب تونس مع بعض في مباراه النصف النهائي. برضو كلميني عن المباراه دي بشكل مفصل، وكمان مباراه قطر والجزائر. بصي، معظمنا او معظم الجماهير المصريه كانت بالنسبه لها البطوله وديه، هنجرب فيها اللعيبه المحليه، هنشوف مين البدائل اللي ممكن نقدر نستعين بيها في كاس امم لو حصل اصابات للعيبه، بروفا لتصفيات كاس التصفيات النهائيه للمونديال. لكن الحقيقه احنا سقف توقعاتنا عالي، يعني بعد ما عدينا المجموعات لا طب عايزين نعدي ربع نهائي، عدينا ربع نهائي وصلنا نص نهائي، فاحنا دلوقتي بالنسبه لنا لا احنا عايزين نوصل نهائي وكمان ناخد البطولة. الطرف الثاني اللي هيلعب النهاردة منتخبين قطر والجزائر، ودايما البلد المستضيف بتبقى مرشحة أكتر أنها توصل نهائي وأنها تاخد اللقب. ده طبعا الكلام هنا على منتخب قطر. أما بالنسبة لمنتخب الجزائر فهو طبعا مش هيكون خصم سهل أبدا، على الرغم أن منتخب الجزائر بيلعب بالصف الثاني بتاعه مش الصف الأساسي، مع غياب طبعا محترفين كتير، مع غياب مدربهم أصلا الأساسي جمال بالماضي، إلا أن منتخب الجزائر مقدم أداء عالي جدا 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 منذ بداية البطولة، ومش هيكون ماتش سهل خالص النهاردة على قطر، بالعكس هيبقى ماتش مثير جدا، ممكن يمتد اكسترا تايم، ممكن يخلص ضربات جزاء، يعني مش شرط ان هو ممكن يخلص اثناء الماتش يعني او في الوقت الاصلي للماتش. كان خبر تالت برضو معانا النهارده يا استاذه منى من جريده الجمهوريه، وبيتكلم طبعا عن فرعون المصري النجم المصري ونجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، واللي يعني سجل 14 هدف طبعا لحد دلوقتي، خلاص فاضل له رقمين وهيحقق رقم قياسي. كلميني عن طبعا عن الخبر ده.
صلاح ماشي بمبدأ يعني ايه الارقام القياسيه اللي ما اتحققتش وانا احققها، ايه الارقام اللي الاساطير عملوها وانا اوصل لها لا واعديها. صلاح دلوقتي وصل لمرحله ان هو اصلا بيكتب تاريخ باسمه هو، ملوش دعوه حتى لا يعني اي لاعب عربي بعد كده هيحترف في الدوري الانجليزي هيقام بالمشكله ان هو يوصل الارقام اللي حققها صلاح، بل ان هو يعديها كمان. تمام، لو جينا بصينا النهارده ان ليفربول هيلعب نيوكاسل، هيلعب في انفيلد طبعا معقل ليفربول. المواجهات ما بين الفريقين، صلاح لعب ضد نيوكاسل منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017 لعب 8 ماتشات، الثمان ماتشات ليفربول ما خسرش فيهم ولا ماتش، كسب 5 وتعادل 3، وكل الماتشات اللي اتلعبت في انفيلد صلاح سجل فيها. فليفربول نزل النهارده وفي جيبه جول من محمد صلاح يعني، فنتمنى له يا رب ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله. يمكن برضو الخبر الرابع معانا النهارده من روسيا اليوم، وبيقول يعني انه طبعا بايرن ميونخ حسمت لقب الخريف في طبعا الدوري الالماني البوندس ليجا بعد ما يعني سجلوا 5 اهداف في مرمى نادي شوتتغارت. هو الحقيقه انا مش عارفه بايرن هيعطل امتى او هيعطل ازاي يعني حتى حظ فرع دوري الابطال بعد ما كان هيلعب اتلتيكو مدريد كان هيبقى ماتش صعب نوعا ما، هيلعب ريد بول سالزبرج النمساوي، وطبعا ده من سوء حظ سالزبرج يعني. بايرن دلوقتي متصدر طبعا بعد 16 جوله برصيد 44 نقطه، والفرق ما بينه وبين بروسيا دورتموند اللي هو الوصيف 9 نقط. ال 16 جوله لبايرن هو كسب 13 وتعادل اول جوله مع بروسيا مونشن جلادباخ 1-1، واتغلب ماتشين بنفس النتيجه 2-1 قدام اوكسبورغ وقدام فرانكفورت. فيعني نتمنى بقى يعني يحصل اي في منافسه في الدوري الالماني، لان بايرن يعني هو كده خلاص تقريبا قرب ان هو يحسم الدوري قبلها بفتره يعني، ودي تقريبا هتبقى المره العاشره على التوالي لبايرن ان هو ياخد الدوري الالماني. منى عمر طبعا يعني الصحفية والناقدة الرياضية من موقع يلا كورة، بشكر حضرتك جدا وصباح الخير. ميرسي ليك. طبعا ده كان يا كريم ونهاوند لقائنا مع الأستاذة منى عمر الصحفية والناقدة الرياضية من موقع يلا كورة، واللي طبعا كلمتنا بشكل يعني كبير وبالتفاصيل عن كل خبر معانا النهارده، واللي كان أهمهم طبعا المواجهة الكبيرة والمهمة اللي هتكون النهارده إن شاء الله ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب تونس. المباراة اللي هتنطلق النهارده في تمام الساعة 5 مساء، واللي كل طبعا منتظرها عشان يعني يفرح ويعني يشوف مصر إن شاء الله تكسب بتونس وتتأهل لنهائي من بطولة كأس العرب. طبعا أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو مليك طبعا يا كريم، تفضل. كل الشكر ليكي ولضيفتك العزيزة، نورتونا وشرفتونا، ونكمل بقى مع حضراتكم سلسلة أخبارنا. ممكن قبل ما نكمل أقول الحاجة نصيحة قولي. كويسة جدا قولي. بجد ده أنا بشرب إيه؟ هو حاجه بحاجه ده كل يوم في حاجه بحاجه. لا ده كمون بليمون، ده كمون بليمون. أيوه. على فكره ده من المشروبات الحلوه جدا في الشتاء واللي بتخسس، فعشان ده تاني واحد اشربه على الهواء. انا بيها بس لا مش يعني انا على بقيه المشاهدين حبيت اقول بجد، لان كمون بليمون مفيد جدا والناس برضو اللي عايزه تخسس. واسمع انه ليه برضو يعني بيعمل شغل حلو في حالات البرد. ما غالبا انا داخله على دور برد برضو، احب اقول لك ده خبر لطيف اللي انت بتقوليه. احب اقول لك المعلومه دي برضو. خلينا نكمل بقى مع حضراتكم ونروح برضو لخبر يمكن اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن في جديد برضو في هذا الملف. حالة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الصحية يومين اللي فاتوا زي ما كنت بقول لحضراتكم ترددت أنباء عن نيته الاعتزال، ده كان تقريبا برضو هيتضح النهاردة، خاصة بعد ما أصدر بقى نادي برشلونة الإسباني بيان بشأن عقد مؤتمر صحفي هيكون النهاردة بحضور مهاجم الفريق أغويرو. وقال برشلونة تحديدا في بيانه، قال سيتحدث أغويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا رئيس النادي. ده طبعا بعد ما كشفت التقارير زي ما كنا بنقول لحضراتكم كلام كتير عن اعتزاله كرة القدم بشكل هنا نهائي، طبعا بسبب المعاناة اللي بيعاني منها، مشكلة في القلب وهي حاجة سيريس طبعا للأسف الشديد هنقول حاجة كده، وعنده 33 سنة يعني صغير برضو مش كبير أبدا. وهو انتقل زي ما حضراتكم عارفين هذا الموسم لبرشلونة في صفقة كانت انتقال حر قادم من مانشستر سيتي، يعني بعد مسيرة كبيرة جدا. وبرضو أرقام يا كريم يعني 674 مباراة، 420 هدف، 135 تمريرة حاسمة، ده بنتكلم خلال يعني مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني وكمان الأندية. فده خبر أكيد أحزن ناس كتيرة جدا من كمان عشاقه، لكن للأسف الشديد ده الحال يعني، برضو مشكلة في القلب وحاجة سيريس ما ينفعش إن هو فعلا يكمل.
طيب نروح بقى مع حضراتكم للقطه كده برضو ملفته للنظر، زي ما بنعرض لكم وزي ما عملنا ده قبل كده اكتر من مره، لقطات بيبقى فيها مثلا خناقات بين لعيبه، لاعب وحكم، شكل من اشكال العنصريه ما بين الجماهير واحد اللاعبين. المره دي بقى اللقطه هتكون لقطه من النوع اللطيف اللذيذ اللي بنتمنى ان هو يتكرر كتير في ملاعب كره القدم. شهدت مباراه في الدوري الاسباني بين ريال باتس وريال سوسيداد، قيام جماهير باتس بالقاء الالاف من العاب الاطفال على ارضيه الملعب خلال فتره الاستراحه ما بين الشوطين. ده عشان ايه؟ ده عشان الهدايا دي اللي اترمت هتتوزع على الاطفال المحتاجين خلال فتره اعياد الكريسماس والميلاد. اللي حصل ده كان بناء على طلب من نادي ريال باتس من جماهيره، طلبوا من الجماهير ان هم يجيبوا معاهم العاب ما يزيدش طول اللعبه الواحده عن 35 سنتي ولا تحتوي على بطاريات، وطلبوا منهم ان هم يرموهم على ارضيه الملعب بين الشوطين. ده طبعا يعني في المباراه الاخيره للفريق على ملعبه، واعلن النادي عن ان هم جمعوا بالفعل حوالي 19000 لعبه اترمت على ارضيه الملعب وتم تجميعها لتجهيزها للتوزيع على الاطفال المحتاجين. يمكن الجميل كمان انه انعكست اللفته الجميله دي على حماس لاعبي الفريق، حيث تمكنوا من تسجيل 3 اهداف في شباك ريال سوسيداد خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراه ب4 اهداف مقابل لا شيء. تعالوا نشوف التفاصيل. طيب الفقرة الأولى كده خلصت، هنفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال السوشيال ميديا، هتتفرج على مصر ازاي؟ بس هيبقى مصر جامد إن شاء الله، وكلنا نسعد بمتابعة مصر مختلفة. مصر بقى ماتش مصر وتونس بتبقى دايما تقطيع. هتتفرج فين ومع مين؟ ابعت لنا وإن شاء الله فقرة السوشيال ميديا هنعرف. فاصل ونرجع. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده لعشرة الصحف الاهلي، وبنرحب بيكم في يعني في بدايه اول لقاء بقى في الجزء الثاني من حلقه النهارده. طبعا هنتكلم من خلاله عن نوستالجيا وذكريات كثيره جدا مرتبطه ببطوله كاس العرب، هنتعرف على تاريخنا في هذه اللقاءات، وطبعا اهم المباريات اللي اتلعبت فيها، وكمان التغطيه الصحفيه لكل الدورات السابقه من هذه المسابقه. طبعا بنسعد دايما بوجود الاستاذ محمد صادق معانا، وهو طبعا ايه خير من يتكلم بلسان التاريخ. احنا سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا. صباح الفل عليك. انا اسعد والله يا استاذ كريم واستاذ نهاوند، واتمنى بقول في كل حلقه انا باجي قبل ما ابدا الحلقه باخد الطاقه الايجابيه منكم وببدا بقى. يا رب يخليك اتكلم. وانا صباح الجمال يا استاذ. والنهارده احنا عارفين يعني اولا لو حضراتكم تشوفوا الجرايد، الجرايد دي بقى لها سنين طويله، ودي الجرايد الاصليه، وانا مش عارفه ازاي حضرتك بتحافظ عليها اصلا، يعني ده موضوع برضو هنتكلم فيه. بس خلينا نبدا بكاس العرب والنوستالجيا ومواجهات مصر وتونس كمان، والنتائج كانت ايه؟ خلينا نعرف من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. 30 ثانيه كده عايزين نقول التاريخ زي ما بيقول تاريخ العظيم نادي الاهلي، زي النهارده جاي نتكلم على الدوله العظيمه بلدنا مصر وتاريخها العظيم الرياضي والسياسي والفني والاجتماعي. الارشيف ده يعني حاجه عظيمه، مش بيؤرخ بس الرياضه في مصر والعالم، لا ده بيؤرخ الحياه الاجتماعيه والسياسيه والفنيه، اشخاص عمالقه، ناس ضحوا حروب، ناس ضحوا شهداء، كل حاجه التاريخ بيتكلم عنها. لكن يمكن احنا هنا بنتكلم عن الرياضه، لكن الارشيف ده شيء عظيم طبعا. بيؤرخ كل شيء عن الدوله، وزي ما احنا بنقول ملوش ماضي ملوش حاضر، ده الماضي والحاضر وهو التاريخ. عشان كده نقول الناس اقروا تعلموا طبعا. تثقفوا طبعا. اللي بيحب حاجه يقرا فيها وتشعب فيها. دي مقدمه بسيطه يعني بس زي الفل. الله يكرمك. لكن لو اتكلمنا بقى عن النهارده عن الموضوع بتاعنا، في 1963 كانت فكره
فكره ازاي قوميه العربيه وانهم يجمعوا العرب مع بعض في حاجه لا تجمعهم مع بعضيهم، اي خلافات ممكن تجمعها الرياضه زي ما بيحصل الرياضه بتبعد عننا الخلافات، وحاجه كويسه قوي. ف 1963 فكروا ان يعملوا اول بطوله باسم مسمى يعني كاس العرب، بطوله عربيه كانت بتخش كمان في الدوره العربيه، حاجات كده بعد كده اندمجت بقت حاجه اسمها دوره عربيه مش كره قدم بس، ده كان في دوره عربيه فيها سله وطايره وهوكي وسباحه، كل الالعاب تحت مسمى الدوره العربيه وليس كاس العرب فقط. لكن قلنا 63 كان خمس دول اشتركوا، هنا عندنا سوريا والكويت والاردن ولبنان، يعني اربع خمس دول قالوا نقول فكره نعمل ايه؟ بطوله عربيه 63 احنا ما اشتركناش. يا باشا كمان مع المرحله الزمنيه دي كان الفكر الاشتراكي هو اللي طاغي، وكانت وحده بين دول كتير زي مصر وسوريا في وقت من الاوقات. تمام يعني ماشيه مع الفكر ده. هو كان فكر العروبي حلو. يعني فكر العروبي. كان فكر حلو. وما بين بقى زعل وانبساط وتقريب وجهات نظر، ودي كانت يعني مش عايزين نقول ان الاستاذ كانت بتخش ساعات في ادوار كثيره قوي في البطولات دي. المهم احنا كنا بنتكلم كتاريخ بدايه البطوله، لكن الاشتراك الفعلي لمصر لان قعدت حوالي 25 سنه بعد كده اتعملت دولتين ووقفت 25 سنه برضه للظروف ومقاطعات وحاجات كثيره قوي. المهم ان احنا جينا في 1988 بدانا بقى الاشتراك الفعلي لمنتخب مصر، ها انه يشترك كنوع من توطيد العلاقات المصريه العربيه بعد انقطاع دام حوالي 8 سنين ها ما بين الاشقاء وكده. فقلنا نعمل حاجه حلوه، وكنا رحنا عملنا بطوله فين؟ في 1988 في الاردن. الاردن بقى في عمان استضافوا ايه؟ الدول العربيه الجميله، وهنا عندنا عاملين كده يعني زي جدوله كده يعني المجموعتين اللي كانوا بيلعبوا، عاملين نظام مجموعتين حوالي 10 فرق. واحنا كنا بقى معانا بقى لعيبه كبيره قوي بقى، كابتن ايمن شاو، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن عماد سليمان، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن نادر السيد، تشكيله يعني. كنت عايز اسالك مين ابرز النجوم وقتها، بس كل الاسامي اللي بتقولها دي نجوم، فيعني صعب ان احنا يعني كابتن ايمن شوقي، كابتن احمد الكاس. وبعدين خد بقى احنا خرجنا البطوله دي كان اول بطوله نظهر فيها بشكل كبير بعد البطوله الكبيره اللي خدناها في مصر العظيمه 1986 لما توقفنا عنها المره اللي فاتت لما كنا على كاس الامم، وقلنا كابتن الخطيب وكابتن ثابت البطل وكابتن مصطفى عبده ها اعتزلوا لعب دولين بعديها وختموا، قالوا ده كفايه احنا كده تمام هنكمل سنتين ايه في محلي وخلاص، وقفنا عند الحته دي. كنا سبحان الله اتنقلنا من غير ما ناخد بالنا لاول بطوله 88 كاس العرب، ودي كانت بطوله مهمه جدا لانها البطولات دي هي اساسها بتعمل نوع من الاخوه والمحبه ما بين الدول العربيه. البطوله بتتعامل البطوله اللي فاتت كلها بطولات يعني وجهات النظر، بس هي بطوله عريقه طالما ابتدت في منتصف الستينيات، ومع هذا في ناس كتير بالمناسبه انا واحد منهم انا كنت فاكر ان دي بطوله مستحدثه يعني لا هي الفكره ظهرت مؤخرا، لكن اتضح ان لا بطوله عظيمه. ده على فكره كمان احنا هم طوروها كمان، كانت في الاول بطوله خمس ست فرق يلعبوا ها مع بعض ويعملوا بطوله عربيه الدول العربيه مع بعضها، لكن بعد كده الفترات بقى في الثمانينات والتسعينات والالفينات بقت فكر تاني، بقوا يلعبوا كل الالعاب وليس كره القدم. عندي هنا بطولات 88 بعد كده وبتقام كل سنتين وكل ثلاثه وكل حسب الظروف، وكان بيعملوا حاجه اسمها البطوله العربيه زي مثلا البطوله الافريقيه اللي اتعملت في مصر في اول التسعينات ومصر نظمتها في كل الالعاب اسمها الدوره الافريقيه. لا هو كريم كان بيتكلم علشان اول سنه تبقى تحت يعني تنظيم الفيفا، فده الاختلاف برضه. تمام وده ما هو ده ادها بقى رونقها اكتر، وادها كمان ان بعض الدول اللي كانت بتفكر تفكير سلبي انها ما تخشش لا بقت تخش عشان تشترك. دي بطوله اهي احنا لو ليه ممكن دول تبقى بتفكر تفكير سلبي انها تدخل؟ لا السياسه برضو ما بتسيبش حاجه. والله هي يعني مصير بطني بتتلخبط عادي يعني واحنا شعوب كلها عاطفيه يعني. ارجو ان احنا نجيب من الاول حاجه 63 انا في الورقه بتاعت اللي هي 1963 المانشيت كان فيها ايه طيب؟ اللي هو ان اول مره يعني في 1900 تشترك الدوره العربيه الاولى اللي هو ده؟ في اول ورقه عند حضرتك ان هو ايه؟ طب نحاول نجيب المانشيت ده يا جماعه. تمام اول حاجه عشان نبدا بالتسلسل وبرضو ايه المشاهد يبقى متابع معانا ان احنا بنجيب بنؤرخ وليس شويه صور جاي منها، احنا بنجيب الاصل، احنا ما بنجيبش حاجات من على النت. القناه هنا نظامها الاصل عندنا الاصل عندنا، ودي وثيقه دي وثيقه مهمه جدا جدا لتاريخ التاريخ. فعايزين نتكلم ان في 88 بقى لعبنا كم مباراه حلوين قوي. اول مباراه لعبنا مع السعوديه وكانت السعوديه داخله بالناشئين، وخد بالك ان برضه دي يعني حاجه تحتسب يعني
ان اغلب البطولات العربيه ما كانوش بيشتركوا بالفريق الاول. طب ما اللي بيشتركوا بالفريق الاولمبي، احنا اشتركنا كذا مره بالفريق الاولمبي، بالفريق الثاني، ما بيشتركوش يعني بالقائم الاساسي للفرقه. فلعبنا مع السعوديه كانت بتلعب وعملنا مفاجاه ان احنا تعادلنا معاهم، هم السعوديه عملت ماتش عظيم. دولة يعني احنا كنا بالفريق الاول وهم كانوا احنا يعتبر يعني 90% 80% بقى. كان عندنا نجوم كبيره وصلت، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن عماد سليمان، كابتن ايمن نجوم كبار. لعبنا اول مباراه اتعادلنا مع السعوديه 0-0. لعبنا الماتش الثاني مصر ومصر تاني على طول تونس، وده مهم جدا بقى. ايوه، لان ده النهارده ماتش تونس، توفيق ان شاء الله منتخب مصر. ها، لعبنا ماتش كان تونس بقى، وكان في نصر شوشان كان جون عظيم قوي لفريق تونس. المهم ماتش سجال وهجوم رايح هجوم جاي، ودي فكره كانوا بيقولوا عليها النهارده، دفاع تونس قوي جدا، لازم نلعب نشوط كتير على الجون من بره عشان هم تكتل جوه كبير قوي. يعني الماتش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اول لقاء بين مصر وتونس في البطوله دي، كاس العرب. اوكي، 1988. تمام، وحصل ايه بقى؟ حصل للكابتن طارق سليمان اللاعب الجميل المحترم لاعب النادي المصري، احرز جون بشوطه صاروخيه من خارج ال 18 على يمين ناصر شوشان، كان جون عملاق وشال كتير جدا، وده مهم جدا، ده بيؤرخ ان اول مباراه تجمع بين الاهلي بين مصر وتونس وفي البطوله الايه؟ العربيه او بطوله العرب، كذا مسمى، بطوله العرب والدوري العربيه كذا مسمى ليها، وليس كاس العرب او بطوله العرب، ليها اكتر من مسمى. ده كسبنا تونس وصعدنا. بعد كده بقى لعبنا بقى الماتش الثالث مع مين؟ مع العراق الشقيقه. كان ماتش قوي جدا جدا، وتعادلنا 0-0، ده يعني جوان كتير قوي قوي، وكان كابتن شوبير هو نجم المباراه، برغم يعني برغم الهجوم الكبير لكن شال كورتين مهمين جدا. اوكي، لقينا نفسنا مره واحده بننتقل للايه؟ الدور قبل النهائي، نلعب مع الدوله الشقيقه مين؟ سوريا. الله. سوريا بقى، اهو شكرا، ده المجموعات اللي احنا كنا بنلعب فيها في 1988، مجموعتنا هي مصر والعراق اهي وتونس والسعوديه، والناحيه الثانيه الاردن وسوريا والجزائر. احنا لعبنا اول، لعبنا الثاني اللي هم مين؟ فرقه سوريا الشقيقة. بليغ قوي على فكره البلد. طبعا لبنان يتأبط زراعه ويخرجان معا، هم اتعدوا تقريبا مع بعضهم وخرجوا مع بعضهم. بقى في مصر وايه؟ وسوريا والاردن والعراق قبل النهائي. مصر لعبت سوريا، ها، ووصل مصر ضربات جزاء، للاسف خسرنا بضربات الجزاء، والشقيقه سوريا اللي كسبت وصعدت للنهائي. ها، ده ماتش، ده برضه ماتش الكويت، ده مهم جدا ده، بس ده في 92، احنا لسه بنتكلم في 1988. فلما لعبنا بعد كده قبل النهائي مع سوريا خسرنا. المهم بقى جينا بعد ما خسرنا قبل النهائي لعبنا، كان في حاجه اسمها مركز ثالث ورابع، لازم دي يعني حاجه شرفيه عشان المراكز. فلعبنا مع مين؟ مع الاردن، وكسبنا 2-0، بقينا الثالثين. ايوه، والجونين جابهم مين بقى؟ مين؟ الكابتن الجميل علاء ميهوب، الجون الاولاني، والجون الثاني، ها، جون خطا دفاعي، كابتن حسام حسن لعب الكره بدماغه وجت في مدافع ودخلت. ده خلص كام؟ 2-0. اخذنا البطوله الاولى، لعبنا اخذنا المركز الكام؟ في اول بطوله 88. حلو، ودي كانت حلوه جدا وطدت علاقه جدا، وكانت في مكان جميل جدا، والاردن الشقيقه هي مستضيفه المكان. ها، وعايزين نقول برضو فكره ان اول بطوله اتعملت 63 استضافتها مين؟ بيروت لبنان. الله، دي برضو معلومه احنا ما قلناش في الاول. حلو، للتاريخ. ده 88 بقى، وما لها وما عليها، وان احنا جبنا كسبنا الاردن 2-0 في الاخر. نيجي بقى في 92 بقى، وكانت البطوله دي، وعلى فكره كانت البطوله 88 برضو للذكر والتاريخ، ان اللي كان المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن الخلوق كابتن هاني مصطفى. البطوله اللي بعديها بقى في 1992 كان مين الكابتن بقى رحمه الله؟ ها، الجوهري. الله، كابتن الجوهري بقى رحمه الله كان هو اللي ماسك المنتخب، وكان الكابتن الجوهري يمسك شويه ويقعد شويه على الاتحاد الكوره يجيبه تاني كده يعني. المهم بقى في 1992 اول ماتش، سبحان الله، مع الاردن ايه؟ الشقيقه. اول ماتش اتعادلنا 1-1، كانت الفرق بسيطه برضه، ما كانتش فرق ايه زي دلوقتي 10 فرق و12 فرقه، واول ما بداوا لا اهو شكرا مظبوط كده قوي. كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الجول، وكان كابتن عمرو الحديدي كان نجم المباراه. المباراه دي في 1992، اول مباراه في كاس العرب اللي اقيمت فين؟ في سوريا، في سوريا، في دمشق. اول لقاء مع الاردن، اول لقاء. هو كان احنا لعبنا ماتشين يعني، احنا وبعد كده لعبنا الماتش الثاني مع مين؟ مع الكويت. يعني الماتش الاولاني الاردن،
الماتش الثاني الكويت، وبرضه اللعيب الجميل المحترم كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الايه؟ هدف الفوز. أي. يبقى دول اول ماتشين 1-0. وبعد كده استاذ نهاوندي بقى لقينا حظنا وقعنا مع مين تاني بقى؟ مين؟ سوريا. سوريا. طب ما حلو اهو. قلنا بقى فرصه نخلص نعوض بقى البطوله اللي فاتت. وحصل ايه؟ نفس السيناريو، نلعب ضربات جزاء بس نكسب بقى. طب احنا اتعشمنا. طب حلو كسبنا زي الفل زي الفل. ما حكواتي بقى. طبعا. فلعبنا نفس النظام، فربنا اكرمنا وكسبنا سوريا 4-2. هم كسبونا 4-2، يعني شوف التشابه. 4-2 في البطوله الاولى 88. انا بقول هم كسبنا واحنا كسبنا عشان كلنا اشقاء. مصر والاردن والسعوديه وسوريا كل اشقاء. مصر وسوريا حاجه برضو مختلفه. صحيح. لو هنرجع بقى طبعا للتاريخ يعني اهو التاريخ بيقول والوحده وشعب واحد وطول عمرنا وحرب اكتوبر وكل حاجه. طبعا. كسبنا مين؟ سوريا. لقينا نفسنا في المقابله مع مين بقى؟ مع السعوديه. كانت مباراه قويه جدا جدا، وسجال جون هنا جون هنا، وصلنا 2-2. يعني احنا في الماتش اللي خلص 3-2، اول جون كابتن الجميل كابتن سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك جاب الجول الاولاني. الكابتن احمد الكاس لاعب نادي الاولمبي قبل ما يروح للزمالك جاب الجول الثاني. بقى الماتش 2-2 كوره جميله. كان بقى نجوم اللقاءات بقى علي كابتن علي ماهر، كابتن ابراهيم المصري، كان كابتن نادر السيد، ها كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. فتره التسعينات دي كانت فتره جميله. جميله جدا، وان كان اغلبهم لعيبه النادي الاهلي. كان في منتخب التسعينات كانت فتره مهمه جدا، كان اغلب قوم النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي. المهم اخر ماتش كده احنا عايزين نتفرج على الماتش بقى، ورفع من اليمين كابتن حسام حسن خدها ايه شكل كده جميل قوي على الطاير الجون الثالث. خدنا البطوله وكانت في السعوديه. ده كانت سنه حلوه علينا دي، هي 1992. اي مصر تهزم السعوديه 3-2. وفي كانت نفس الفتره كان اسماعيلي بيلعب. ده مهم قوي لو خدنا بالنا بقى من تحت العنوان ده. شيء جميل قوي بيأكد كلامنا. ان ما كانش المنتخب بيلعب بالفرقه الاولى بشكل عام. يعني كان الاهلي بيلعب في افريقيا ساعتها، والزمالك بيلعب في افريقيا، والاسماعيلي بيلعب في افريقيا اهو. كسب الافريقي التونسي 3-2. فدول قبل النهائي بطوله افريقيا. يعني كان في برضه زي ما هو حصل دلوقتي التضارب برضه في المواعيد بين البطولات والاهلي دفع ثمن ده. طبعا طبعا. بس هي المشكله هنا ان في اساسيات، هي المحبه، هي الرياضه معموله ليه؟ لتجميع وجهات النظر. طب. بين الشعوب، وما احلى الشعوب العربيه واحنا اهل واحد ودين واحد ومحبه واحده. وده دور رئيسي من ادوار الرياضه المفروض. طبعا وسبحان الله كانت الرياضه ليها دور مهم جدا 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 في توطيد العلاقات وتقريب وجهات النظر. وده اللي هنشوفه ان شاء الله بعد البطوله دي ما هتخلص. هيبقى في وجهات نظر كتير هتتقرب، هيبقى زي زمان وقوميه عربيه والمحبه. ده شيء مهم. هي الرياضه اساسا كده. ولما نيجي نتكلم بعد كده بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله هنلاقي حاجات كثيره بتتكلم عن البطوله العربيه، وازاي بقى مسمياتها اللي ما عندوش معلومه ان هم ازاي طوروها انها تبقى دوره مجمعه لكل الالعاب، يعني مش حاجه واحده. يعني لما يجي مثلا 10 فرق كره قدم، لا ده بيجي 70-80 فرقه لجميع الالعاب. فكل ده بيبقى نوع من التعارف. طبعا. وفي حاجه بقى عايز اقولها برضو، ان احنا التاريخ ده هو حببني في كل الشخصيات اللي كانت رياضيه ولا سياسيه ولا فنيه ولا اجتماعيه. طبعا. انا عندي 50 سنه، انا قعدت من سن 5 سنين اشجع الاهلي. 45 سنه ها في لقطه واحده. اللقطه دي ما انساهاش وانا عند الحسين والازهر. كابتن الخطيب نازل وفي النادي الاهلي وكابتن شطه وكابتن طاهر الشيخ وكابتن مصطفى عبده محسن كابتن محسن صالح العمالقه دول. طبعا. الشعر الكبير وبتاع حاجه. انا عايز اقول بس دي رساله للشباب اللي بيحب ناديه يعني. فلما والدتي شالتني كده وبعمل الكابتن الخطيب كده فالناس وافقت كتير، وعمل لي انا كده عشان شافني صغير وبعمل له كده وبعمل له كده وهرد عليا الايه؟ شوف شوف الحنيه. طبعا. والجمال. ها فضلتها 45 سنه. انا امنيتي في حياتي ان انا كابتن قابل كابتن الخطيب. وحضرتك ما قابلتوش قريب؟ ما قابلتوش من سن 5 سنين. لا 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 بالمحبه دي كلها والله ما قابلتوش من عندها 5 سنين. جمعت 7545 قطعه وثائقيه لتاريخ الكابتن الخطيب، بدايته النصر الاهلي اصاباته احزانه فرحه بطولاته كل صور وفوتوغرافين النوادره حاجات النادره بتاعته حاجات كان هو بيطلع بره ده هيلاقي نفسه كنز اصلا عند حضرتك. الجميل ان انا اشوفه مره واحده
عشان احقق ايه امنيه والدتي. لا يعني وانا صغير خلاص والله يا بقول لها نفسي اشوف الكابتن. قالت لي يا ابني لما تكبر ماشي ها ده مش كتير عليا يعني انا خمسه يعني انا والدي توفى وانا عندي الله يرحمه وانا عندي 33 سنه وكانت مراتي في اول حمل لابنها فعشت مع والدي 33 سنه انا عايش مع الكابتن الخطيب 50 سنه ده انت عينيك مدمعه وانت بتقول اللي بتقوله ده بحب ده اصلي انا لا تاكد ان اكيد يعني طبعا يسعدنا لو كان كابتن خطيب بنفسه بيتابع واي حد من الناس بصراحه يعني لاني انا بحب التاريخ كل النجوم اللي انا بحبهم كابتن خطيب تاريخ لوحده 45 طبعا. سنه بوسه في الهواء بيعملها لي كده بفرحه مش قادر انساها مش قادر والدتي ربنا يديها الصحه عايشه هي موجوده وقالت لي انا صغير كابتن لا هنوعدك والله هو يعني حتى لو مش بيتابعنا دلوقتي هو بيتابع عامه هو ما بيتاخرش على حد فنوعدك مره في النادي لما يبقى موجود والله تروح وتقابله حتى تديله الحاجات اللي انت مجمعها انا بدعي كتير والله انا وصيت ربنا عز وجل طيب خلاص ان شاء الله يحصل وصيت ربنا واحنا كنا في كل المجالات في انتخابات في علاقه تاريخ الكابتن خطيب تاريخ عظيم طبعا انا بقول كابتن خطيب لان هو القيمه والرمز نادي الاهلي الان وكل النجوم اللي كانوا بيلعبوا في نادي الاهلي كلهم يعني قوام عظيم صحيح. حاجه محترمه صحيح. وهو ده اللي عاشقنا في الاهلي وده اللي حببنا في الاهلي وده اللي مخلينا على عهد مع النادي الاهلي شوف ازاي وانا في الانتخابات كنت انا في دبي كنت متابع الانتخابات احنا بره قاعدين بنقول ايه ده ايش الشفافيه في الانتخابات ده ايه العظمه دي لا وحضرتك مش اهلاوي تقليدي مش مشجع عادي بالشكل الكلاسيكي انت راجل بتشع شغف ومحبه للنادي الاهلي انا وانا بتكلم على الاهلي انا بتكلم من قلبي طبعا انا طبعا. والله العظيم انا والدتي كل ماتش الاهلي الاهلي يكسب حتى في اخر لحظات في الظروف الصعبه محمد مبروك انا بكلمه اقول يا رب الاهلي يكسب عشان انت بتنبسط لما الاهلي يكسب تسعدك أنا ربنا يبسطك ويفرحك دايما خرجت عن السياق سامحوني لا بالعكس لا هو بس هي الانسانيات دي تبقى فوق اي شيء طب ده هي اللي بتدي كمان للتاريخ طعم على فكره لما تيجي تحلل الاشياء كله كده صحيح انسانيات ومبادئ وقيم وعكس في دسائس وكل حاجه ولكن انسانيات بتكسب المبادئ بتكسب الاخلاق مهما يكون في اعتداء على الاخلاق والمبادئ والقيم بتكسب مبادئ وقيم اللي هي شعار النادي الاهلي صحيح ونختم بالكلام ده الجميل بقى نورتنا بجد يا استاذ محمد ونوعدك ان شاء الله تقابل كابتن الخطيب قريب ده وعد مننا دي امنيتي وامنيت والدي ووالدتي كمان نورتنا واسعدتنا بوجودك وان شاء الله نشوفك على خير ونكمل بقى تاليف صفحات جديده في كتاب التاريخ ان شاء الله اشكرك على وجودك معانا ان شاء الله طيب هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي ان شاء الله هينورنا في ثاني فقراتنا الحواريه اتفضل فراعنة ونسور قرطاج ديربي عربي على طريق الذهب ساعات وهنكون على موعد مع واحد من أقوى الدربيات العربية على مر التاريخ مصر مع تونس لقاء اتكرر عشرات المرات في أكثر من 50 سنة من تصفيات أفريقيا لنهايات الكان لتصفيات المونديال والنهاردة هيكون في البطولة العربية تاريخياً الإثارة والندية والشغف كانوا عناوين لمواجهات الفراعنة مع نسور قرطاج كسبنا وخسرنا وتعادلنا لكن عمر ما لقاءات مصر مع تونس فقدت الشغف الجماهيري والمتابعة الإعلامية في كل أنحاء الوطن العربي النهاردة وفي العاصمة القطرية الدوحة وصل قطار الفراعنة للمرحلة قبل الأخيرة على طريق البطولة إذ لأول مرة تبقى تحت مظلة الفيفا رفاق المدرب العبقري كارلوس كيروش جاهزين لقطع تأشيرة التأهل النهائي العربي بعدما كسبوا لبنان والسودان وسجلوا تعادل عادل مع الجزائر وبعدها الفوز في الربع النهائي على نشامى الأردن وشهدت مباريات منتخب مصر تألق واضح وملحوظ للشناوي والوينش وأكرم وفتوح ورفعت وفيصل وشريف وأفشا على الجانب الثاني مدرب نسور قرطاج منذر الكبير جاهز لمفاجأة جمهور بلاده باللعب في النهائي بعد فوز ولا أغلى على الخنجر العماني بهدفين مقابل هدف وقبلها تصدر مجموعته اللي ضمت الإمارات وسوريا وموريتانيا برصيد 6 نقاط الأوراق الرابحة عند الفراعنة ونسور قرطاج معلومة للجميع وأكيد محفظة كيروش ومنذر فيها الخلطة السحرية من أفشا وفتحي وشريف وزيزو ورفعت في الفراعنة لساسي والجزيري والمساكني ومعلول في تونس مصر وتونس عبارة اللقاء الزعامة العربية قبل المواجهة المحتملة المونديالية في المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال وعشان كده فوائد ماتش النهاردة مهمة جداً للمنتخبين
زي ما اتكلمنا في الانترو وحضراتكم، يعني النهارده منتخبنا الوطني عنده مباراه مهمه جدا امام منتخب تونس طبعا في نصف نهائي كاس العرب. هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباراه، هنتكلم عن الاهلي برضو، هنتكلم عن استعدادات كاس العالم للانديه، الملفات دي كلها مع كابتن ماهر همام نجم الاهلي نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا وبنتفائل بيك وبقولها وهقعد اكررها مفيش مره بجد. كابتن ماهر كان معانا وكان عندنا ماتش غير لما احرزنا نتائج محترمه. الحمد لله. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. بالتوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. يا رب النهارده نبتدي بقى باني ملف من الملفات اللي كتيره اللي الاول ده عليها. نبتدي بايه؟ نبتدي بالمنتخب. طب تعالى نبتدي كمان من مباراه النهارده وممكن نرجع بقى بالكلام لورا شويه. توقعات حضرتك لمباراه النهارده بين مصر وتونس، التشكيل هل هو هيكون اقرب ما يمكن للتشكيل اللي مصر لعبت بيه قصاد الجزائر مثلا في اللقاء، والغيابات اللي موجوده وفكره يعني الشناوي يعني خليها برضه بالظبط. قبل ما نطلع الهواء كنت بتتكلم يا كريم انت ونهاوند ان احنا لما هنرجع بالزمن كده هنلاقي ان مباراه مصر وتونس طول عمرها بيبقى ليها طابع خاص بتاخد اهميه بشكل كبير جدا. يعني طول عمرنا مقابلتنا مع تونس بتحس ان في نديه بشكل كبير 50-50 زي ما بيقولوا، محدش قادر يقول مين كفه مين ارجح من التاني. صحيح. على مدار التاريخ ده ينطبق على دول شمال افريقيا كلها الحقيقه. بالظبط، يعني تونس والمغرب والجزائر وانت طالع كده. فلكن الحاجه الجميله النهارده انك انت عندك جماهير بصراحه تشرف اي حد. جمهورنا النهارده انا بعتبره اللاعب رقم واحد. يعني هو النهارده ممكن جمهورنا اللي يفرق معانا بشكل كبير زي ما احنا شفناه في يمكن في المباريات اللي فاتت. صح. بيساندنا بشكل انتحاري من اول ما بيخش لحد ما بيخرج وهو بيهتف لعيبه منتخب مصر. وعايز اقول لك حاجه كريمه يا نهاوند، ان احنا اللعيبه دي معظمها اول مره تلعب تحت ضغط الجماهير. لو نرجع لورا شويه احنا طول عمرنا بقى لنا السنوات اللي فاتت ما فيش جماهير. طب. ولا للاهلي ولا للزمالك ولا اي فرقه من الفرق. هو في تعطش من ناحيتين، من ناحيه اللعيبه ومن ناحيه الجماهير. يعني بالزبط. فعشان كده شفنا الحاله دي الحلوه المبشره فعلا. يعني حقيقي بصراحه النموذج للجماهير مصر اللي احنا بنعتبرها يعني رقم واحد في البطوله دي من ناحيه التنظيم من ناحيه التشجيع، وده اللي ادى بقى الدافع للعيبه منتخب مصر الفتره الاخيره. لما نلاحظ ان احنا يمكن اخر مباراه لمباراه الاردن شوط متوسط وضعيف المستوى لمصر، لكن الشوط الثاني كان فيه ايجابيه وفيه تركيز اكتر نتيجه ان الجماهير فضلت تساند 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 اللعيبه لحد ما وصلتها لمكسب جميل على منتخب الاردن. النهارده برضك يعني مش عايزين يعني نقلل برضك من جماهير تونس لان هم برضك موجودين بشكل كبير بيساندوا فرقتهم بشكل كبير. لكن لو هتبص مجمل الفرقتين النهارده 50-50 من كل الجوانب، من ناحيه التشكيله، من ناحيه ثبات التشكيل، استراتيجيه اللعب، الثلاث خطوط في الدفاع في الهجوم، اهدافهم اللي جابوها، الاهداف اللي عليهم قريبين جدا بشكل كبير. والمهارات الفرديه للعيبه طبعا برضه 50-50 برضك لان هم برضك عندهم لعيبه مميزه مؤثرين بشكل كبير جدا في الثلاث خطوط. احنا عندنا لعيبه مؤثره بشكل كبير. شفنا مستر كروش كان بيتكلم في المؤتمر، اتكلم قال ان طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا للمكانه ديت من افضل اربع فرق موجودين في المربع. احنا وتونس وقطر وجزائر مباريات مصر كلها كانت مباريات تأدت بشكل ايجابي. الراجل غير بشكل كبير جدا في كل مباراه، فاجئنا بتغيير خمس لعيبه في كل مباراه، حتى التغييرات اللي من خارج الخطوط كانت مؤثره بشكل كبير. هو قال البطوله دي افرزت لي لعيبه الحمد لله رب العالمين، قدرنا نحط ايدينا على قوام بعد كده لمنتخب مصر خلال السنوات اللي جايه. عنده حوالي 40 لعيب اشركوا ممكن في 8 مباريات او 9 مباريات، وده عدد كبير جدا بالنسبه للاعبين منتخب مصر في عدد مباريات قليل. فده نتاج ان الراجل بيفكر بشكل كبير جدا، الراجل بيدي فرص للعيبه. اتكلم على ان النهارده لازم اللعيب يبقى سليم 100% عشان ابدا بيه. يعني اي شك في اي لعيب هضطر استبعده لان مش عايز طبعا. هو يمكن ده انطبق على شناوي في حديثه يعني. شناوي يمكن كمان وحمدي فتحي ويمكن ايمن اشرف، هم دول يمكن اللي عندهم شكوك بشكل كبير جدا موضوع الاصابات اذا كانت خلفيه، او اشرف عنده الجزع في الرباط الداخلي. فانا شايف ان ايمن اشرف النهارده هيبقى مستبعد بشكل كبير جدا،
لكن اتمنى ان حجازي يبقى موجود، اتمنى ان الشناوي يبقى موجود، اتمنى ان حمدي فتحي يبقى موجود بصفه اساسيه. ما كلنا نتمنى، بس في حال غيابهم هيبقى الوضع عامل ازاي في رايك؟ في حاله غيابه هو واضح قوي ان هو من خلال شغله ان هو عنده البديل، يعني النهارده مهند لاشين موجود بصفه اساسيه بيشركوا في اخر نص ساعه في كل مباراه. مهند برضك من اللعيبه اللي بتلعب في المكان ستة مكان حمدي فتحي بشكل كبير. شفنا كمان اللاعب البنك الاهلي ياسين احمد ياسين برضك لعيبه من اللعيبه اللي اشركها بشكل كبير جدا مكان حجازي. لكن في المباراه الكبيره اللي بالشكل ده اللي فيها خبرات بقى انا اتمنى ان حجازي يكون موجود بصفه اساسيه، يعني يفرق معانا في خط الظهر بشكل كبير. حجازي كابتن وعنده خبرات ويفرق مع الونش. كان في تفاهم في المباراه اللي فاتت بشكل كبير، يعني اصابه حجازي عملت لنا نوع من الخلل او نوع من الثغره اللي ممكن يقدر الخصم يدخل من خلالها. وشفنا الشوط الاولاني من مباراه الاردن الحاجات اللي راحت على الشناوي من العمق، ويعني مثلت خطوره بشكل كبير جدا. يمكن كان فيها توفيق وعدم توفيق، الحمد لله ان ربنا ما وفقش منتخب الاردن انه في الشوط الاولاني يقدر يجيب اكتر من هدف، لكن كان هيصعب علينا مهمه بشكل كبير قوي. هو علي معلول هيلعب ولا لسه ما فيش تاكيد بالموضوع ده النهارده؟ لا ما افتكرش، لانهم عندهم ابن حميده ده لعيب كويس قوي بدأ الدوره بشكل كبير، وهم برضك عندهم ثبات بشكل كبير جدا في الثلاث خطوط بالنسبه للاعبتهم، وده يمكن اللي مديهم الاداء التكتيكي والمهاري والبدني بشكل جيد. عندهم دراج ده برضك الباك رايت من برضك من اللعيبه المهاجمين وظهر بمظهر جيد. وعندهم مشكله يمكن في قلب الدفاع وحراسه المرمى بالنسبه لفاروق مصطفى، يعني لو قدرنا ان احنا يبقى في تصويبات من خارج المنطقه او حاجات مؤثره هم عندهم مشاكل في الجزئيه دي. عندهم نص ملعب برضك ترجان الساسي وهلال الشعلاني، عندهم اثنين موجودين بصفه اساسيه بيلعبوا برضك المباريات معظمها. عندهم في خط الهجوم عندهم لعيبه برضك مؤثره بشكل كبير، عندهم المساكني ده لعيب بيلعب في الجنب الشمال، لعيب مهاري، لعيب مميز بشكل كبير. عندهم لعيب نعيم السليطي برضك في الجنب اليمين، لعيب مهاري ولعيب قوي محتاج برضك رقابه. وسيف الجزيري اللي احنا شفناه لعيب نادي الزمالك مهاجم نادي الزمالك برضك بيجيد ان هو بيجيب اهداف بشكل جيد، يعني عندهم من اللعيبه اللي محتاجه فعلا رقابه بشكل كبير جدا بالنسبه لدفاعات مصر. اكيد، لكن اللي حضرتك شفته لغايه دلوقتي في ضوء متابعتك لمباريات ومشاركات مصر في بطوله كاس العرب، شايف يعني اللي انت شايفه ده مطمنك على اللي جاي؟ بتكلم بقى في الامم الافريقيه، وبتكلم على المباراه الفاصله المؤهله للمونديال لكاس العالم ذهاب وعوده، يعني اللي انت شايفه راضيك ومطمنك على اللي جاي؟ هو التغييرات اللي عملها مستر كروش فاجئتنا كلنا، يعني في مدرسه يا كريم تقول لك ايه، في ثبات في التشكيل. هم ال 18 اللي موجودين هم اللي ببدا بيهم تصفيات في بدايتها، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين اخش بيهم تصفيات كاس الامم الافريقيه، ثم تصفيات كاس العالم. النهارده هو فاجئنا ب 40 لعيب، ودي حاجه جديده. دي حاجه كويسه وجديده، وفي ناس انتقدت ده وقالت طب انا عايز تشكيل اساسي، انا عايز اعرف بالزبط. انا دلوقتي تشكيل المنتخب بتاعي ايه هو، ولكن هو كان ليه فكر، وقلنا الكلام ده برده هنا انا وكريم في 10 الصبح عند ضيوف مختلفين، ويمكن احنا في حاجه مش قاريينها لسه. فاكيد يعني برده كيروش اسم كبير، ما ينفعش ان احنا ننتقد بهذا بالزبط. الشكل من البدايه بالزبط. يعني اكيد احنا مش هنبقى فاهمين برده هو بيعمل ايه زيه. وانا في حلقه كنت موجود معاكم قلت لو احنا نضمن ان الراجل ده نعمل له بدل سنه نعمل له 4 سنين يبقى عنده مشروع. ايوه بهذا الشكل. انا فاكره نتمنى هذا. فالنهارده المشروع بدا يظهر، النهارده 40 لعيب في 8 مباريات او 9 مباريات، دي حاجه جديده علينا. ايوه في التخطيط وفي علم التدريب جديده علينا. هو بقى عنده رؤيه، معلش مع احترامي للناس كلها، ممكن الناس مش شايفاها، حتى احنا كفنيين، يعني احنا فنيين متعودين على الثبات، 18 20 لعيب 23 لعيب هم دول. ايوه نخش بيهم كل البطولات زي منتخب تونس، ما منتخب تونس هم ال 18 اللي بيلعبوا، يعني البديل في 3 4 لعيبه، لكن في الاساسي بيبدا من اول المباراه. طب ليه الرؤيه دي كانت غايبه عند كذا حد من يعني المدراء الفنيين لمنتخب مصر قبل كده على بديهيتها وبرغم منطقيتها، فكره ان انت جلب عناصر جديده، فكره ان انت يعني استكشاف الناس اللي ممكن يفيدوا المنتخب واللي هم الى حد كبير منسيين او ما حدش واخد باله منهم، يعني
الفكر ده فكر منطقي وبديهي، ليه كان غايب عند ناس كتير قبل؟ جديد علينا كريم، احنا طول عمرنا متعودين قوام المنتخب اهل زمالك لو ترجع للتاريخ. طبعا بالظبط، وتلاقي يعني واحد من منصور ما عدا فترات واحد بنلاقي فيها المصري والاتحاد بالظبط، يعني كان فيه يعني احنا ايامنا كان فيه يعني كان فيه في المصري، كان فيه في الاتحاد طبعا. كان فيه في الترسانه، كان ترسانة طبعا. لكن طبعا. دلوقتي ده فكر جديد، يعني انت برضه دي ميزه الهيد كوتش بالاسم كروش والسيفي اللي موجود عنده، فاكيد طبعا هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. وبعدين احنا هنفضل نتعلم في المجال ده، هنتعلم من كروش واللي بعد كروش وهكذا. فالنهارده في مدرسه جديده علينا ان هو عنده 40 لعيب في 8 مباريات 9 مباريات وبيشركهم، فده بيديك يعني يديلك بلان للمستقبل ان فعلا في احلال وتجديد جاي. فعشان كده قلت لو احنا نضمن ان الراجل ده نعمل معاه مشروع لمده 4 سنين ونشوف اللي جاي ايه، يبقى حاجه جميله. ان هو دلوقتي النهارده حط ايده على لعيبه خارج الاهلي والزمالك، طلع الجيش، بيراميدز، المصري، حتى كمان لعيبه المصري وبيراميدز سابهم نتيجه ان هم بيشاركوا في البطوله الافريقيه، دي حاجه برضك صراحه بترجع له، يعني له رؤيه فنيه قال لك انا مش محتاجهم دلوقتي، يساعدوا فرقهم في البطولات الافريقيه وبعد كده ممكن اضم منهم بعض العناصر في كاس الامم الافريقيه. لكن في الاول والاخر في حاجات بقى كريم انت محتاج فيها الثبات بقى، محتاج فيها الخبرات. عشان كده النهارده بقول لك حجازي مهم جدا، حجازي يبقى موجود، مع احترامي لاحمد ياسين طبعا ولد ممتاز، ولد بدا يثبت وجوده في اللي جاي، لكن انا عايز النهارده اللي هي ايه النهارده هو اللي ناضج بالفعل بالظبط، انا عايز الخبرات اللي موجوده اللي تقدر تشيلني في المحكات اللي بالشكل ده، زي الشناوي النهارده كلنا قلقانين، لا عايزين الشناوي يبقى موجود. الشناوي ما شاء الله بقى له فتره يعني سد منيع للنادي الاهلي، بيدينا ثقه بشكل كبير جدا للعيبه وللجماهير والجهاز الفني. حجازي نفس الكلام، السوليه كمان من ضمن حمدي فتحي، النهارده الاثنين دول بقوا اعمده في نص الملعب لا غنى عنهم. يعني النهارده في مباراه الاردن الشوط الاولاني احنا وحشين عشان التمركز بتاع سته بتاع حمدي فتحي ما كانش موجود بالاداء اللي كان بيأدي بيه. بين الشوطين مستر كروش رجعه لحالته الطبيعيه في التغطيات، وازاي يبقى قدام قلبي الدفاع يعني ما يبعدش عنهم عشان هو دي المراكز اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني يمكن في شق في الخاص ب يعني عناصر جديده، دخ عناصر جديده، ده شق ما عليهوش خلاف، ولكن الشق الثاني فكره تغيير المراكز للعيبه هي دي اللي عليها خلاف، لان احنا بنتكلم الارض هي اللي بتحكم. الارض بتقول لما بتغير مركز اللاعب ما بيأديش الاداء الامثل اللي احنا نعرفه عنه، فبرضه بتشوف ده ازاي؟ يعني هو يمكن الخط الامامي اللي عليه علامه استفهام، يعني كل الكلام، لكن الخطوط اللي باقيه فيها ثبات. تمام، حارس المرمى، خط الظهر، نص الملعب، لكن الجزء اللي قداماني هو ده بقى الوينجز بالظبط اللي عمل لنا ربكه. بمعنى اوقات كتيره جدا انت بتلعب بمصطفى فتحي وبتلعب بزيزو وبعدين بتلعب بحسين فيصل تحت راس الحربة، وبعدين راس الحربة بتلعب مرة بمروان ومرة بشريف بالظبط، وبعدين مرة بترجع زيزو بتلعبه تحت راس الحربة ومرة بتلعب قفشة. فهو اللغط كله في الحتة القدامانية، ان مفيش ثبات في التشكيل. هو عنده فكر، مش الروتيشن ده برضه ممكن يأثر على الثنائيات بالظبط، صفه خاصه اللي والكيمياء اللي بتكون موجوده طبعًا. وبالذات في الخط طبعًا. الخط الهجوم يعني طبعًا. بيبقى في وان تو هات كده الناس أيوة. اتعودوا مع بعض قفشه وشريف بالظبط بالظبط كده. لما بيلعبوا مع بعض يا كريم بيبداوا يحفظوا بعض، واحنا ده اللي بنقول الثبات، وساعات تبقى بنظره العين من غير ما يقولوا لبعض حاجه. صحيح، فحتى الجمل التكتيكيه، يعني انا لما بهرب من المدافع ازاي قفشه وانا بهرب ازاي يحطها لي طبعا في السكه الصح طبعًا. قفشه ازاي يحط احمد رفعت في رجليه عشان هو لعيب مهاري، وعند اختراق خطوط الدفاع كمان بالظبط، اختراقات من العمق نفس الكلام. فهي ديت جديده علينا، بيلعب بثلاثه فراوده، مستر موسيماني عملها، يعني مستر موسيماني بدا برضك قبل كروش بيلعب بثلاثه مهاجمين قدام، هو عملها كذا مره كمان مظبوط، ومنهم اثنين راس حربه، يعني منهم اثنين راس حربه، شريف بيلعبوا ناحيه جناح ناحيه الشمال. هو قصده ان هو شريف لما يلعب ناحيه الشمال كجناح لما الكره تبقى عند مصطفى فتحي يقدر شريف يبقى راس حربه، يعني يستغل المكان ده ويستغل المكان ده.
فدي برضك من ضمن الحاجات الجمل التكتيكية الجديدة اللي أضافها مستر كروش. وبعدين عايز أقول لك كانت إيجابية ومثمرة. يعني احنا مثلا هدف الأردن 2 مشتركين في الكورة، 2 راسين حربة مشتركين في الكورة، اللي هو الجول اللي هو جبناه في نهاية الشوط الأولاني. فأنا عايز أقول لك إن اللعيبة قادرة برضك تهدم الطريقة وقادرة تنفذ الخطوط العريضة اللي الراجل عايزها، ودي حاجة كويسة بتحسب للراجل نفسه وفكر اللعيبة. يعني زي ما انت قلت يا كريم، الحتة اللي قدامنا دي محتاجة مرونة. زمان كان يقول لك ايه، لا اثبت مكانك، يعني ده المكان بتاعك ما تتحركش بعيد عنه. لا دلوقتي فيه، تحرك تحت، تحرك على الجنب، تخترق، تروح جناح. الجناح اول ما يعني مثلا زيزو بيعمل مع حسين فيصل، زيزو بيلعب جناح، اول ما حسين فيصل بيقرب من زيزو، زيزو بيروح رايح مكان حسين فيصل وزيزو يلعب جناح وهكذا. فدي برضك من ضمن الحاجات. النهارده بالنسبه للجناحين، هل هيبدا بجناحين ولا هيبدا برضك بثلاثه رؤوس حربه؟ احنا مش قادرين نحط ايدينا على الجزئيه دي. لكن انت النهارده محتاج دور دفاعي، لانك انت عندك باكين بتوع تونس بن حميده ودراج بيهاجموا بشكل كبير جدا عن طريق الباكين بتوعهم. فدول لما بيهاجموا بيزيدوا على الباكين بتوعنا طبعا، يبقى 2-1. يبقى محتاجين الجناحين بتوعنا النهارده يبقى عندهم جانب دفاعي. فاختار مين؟ اكيد مش شريف بقى. يعني ممكن يبقى زيزو، واخد بالك، يقدر يرجع. لو زيزو عملناه جناح يمين يقدر يرجع مع اكرم يساعده بشكل كبير، لان في الاردن بانت الثغره دي. نفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه، لو شريف لعب جناح مش هيقدر مع دراج يرجع بالظبط، مش هيقدر. فاحنا محتاجين، دي المشكله بقى اللي ممكن تقابلنا النهارده. الجناحين بتوعنا لازم بيأدوا الدور الهجومي، في نفس الوقت احنا بندافع لازم يأدوا الدور الدفاعي عشان نقدر التوازن ده طبعا. نقدر مبقاش عندنا ثغرات التوانسه يقدروا يستغلوها. طب لو كلمنا عن فرص يعني فوز منتخب مصر بالبطوله العربيه، لان في ناس برضو ايه تقول لك انا ما عنديش مشكله كيروش يعمل اللي هو عايزه على الارض، بس في الاول وفي الاخر انا عايز البطوله، وبعدين عايز اروح افريقيا وكاس العالم للانديه. يعني في تدرجات كده، وبرضو بتهيألي هتبقى مش احسن حاجه خالص لكيروش لو احنا ما حصلناش على البطوله، صح ولا طبعاً. ولا لا تقاس يعني من وجهه نظر حضرتك بقيمه مصر في البطوله والاداء اللي احنا بنأديه. وشفنا الفرق برضك، يعني النهارده من احسن 4 فرق اللي موجودين مصر وتونس والجزائر وقطر. فالنهارده بقى جمهور مصر يعني متعشم خير في المنتخب ان هو عايز ياخد البطوله. شرف لينا ان احنا ناخد البطوله العربيه. كروش نفسه بطبيعه الحال يهمه جدا ان ياخد البطوله دي، ونفس الكلام بالنسبه يعني كانه بيقدم اوراق اعتماده من خلالها. يعني بالظبط هو تصريحاته كانت كده فعلا، قال لك انا داخل عشان افوز. يعني احنا متابعين تصريحاته طبعا بقالنا فتره، فواضح ان هو ده الهدف بتاعه، بس يعني نتمنى ده على الارض يحقق. يعني هو النهارده نهاوند كان عنده اكتر من هدف بصراحه. يعني هدف المشاركه بالعدد ده كان هدف بدا ينجح فيه ويوصل فيه بشكل كبير. النقطه الثانيه نتائجه كمان، فوزه في معظم المباريات او كل المباريات برضك اديته ثقه اكتر. النهارده الهدف الثالث بقى هو البطوله، لان البطوله اكيد زي ما حضراتكم اتشرفتوا وقلتوا، بطوله هتفرق معاه بشكل كبير، كمان هتنجح له الشغل ده. ثانيا هيخش على كاس الامم الافريقيه وهو عنده ثقه كبيره جدا في لعيبته، ثقه في جمهوره، ثقه في الاداء اللي هو بيأديه. والجمهور كمان جمهور في المقابل هيبقى عنده ثقه اكبر في كيروش جدا. واحنا يهمنا الجمهور رقم واحد، ان الناس اللي هم المغتربين دول الموجودين في قطر هيعيشوا ايام سعيده اللي جايه بالنسبه لهم، وهم رافعين راسهم ابطال البطوله العربيه، مشرفين من الكره المصريه. فدي بتفرق نفسيا بشكل كبير مع جمهورنا، ودي اللي بتاثر على لعبتنا بشكل كبير، ان لعبتنا بدات تحس بالجمهور ده. احنا عايزين نفرح الجمهور ده، احنا عايزين نسعد الجمهور ده اكتر ما يسعدوا نفسهم.
لان هم طبعا في مسؤوليه لكل اللعيبه اكيد بتبقى كبيره جدا. على كل حال احنا استمتعنا بتحليل حضرتك، عايزين بقى يعني ان شاء الله النهارده المباراه هبعت لك والله مسج بعد المباراه ان شاء الله يبقى خير. نورتنا يا كابتن ماهر. النادي الاهلي مبارك لمنتخب مصر ان شاء الله يا رب. نشكر حضرتك على وجودك معانا ونشوفك على خير قريب باذن الله. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نقرا تعليقات حضراتكم وتتفرجوا فين ومع مين بالظبط كده. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لاخر جزئيه بقى واخر فقره في حلقه النهارده اللي هنقرا من خلالها تعليقات حضراتكم واجاباتكم على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقه النهارده. نبدا يلا. طيب بركات غطاس بيقول صباح الخير عليكم يا كريم ونهاوند، ان شاء الله النصر لمصر، هشوفها في البيت مع نفسي. في ناس برضو تحب على فكره تتفرج لوحدها جدا مستمتع بده. عصمة الطلبة بيقول هيتفرج في البيت إن شاء الله مع أبي وإخواتي. وأحمد جمال بيقول صباح الورد عليكم جميعا، هشوف المباراة في البيت مع أهلي وتحيا مصر. طب هو في كان حد كاتب إنه هيتفرج مع نهواند، أنا هتفرج في الشيخ زايد لو عايز تيجي أهلا وسهلا أستاذ سامي. عبدو أحمد بيقول في البيت مع أهلي، أبو كريم بيقول في المحل. تمام. أحمد السيد صباح الخير على البرنامج الأفضل، بالنسبة لمشاهدة مباراة مصر وتونس مع مين؟ هيكون مع أخويا وحبيب قلبي نص الثاني عادل السيد، وهيكون مع اصحابي برضو عماد عبدو الشاعر واحمد عبد المنعم ومؤمن محرز شبراوي وباقي الرجاله. اما بالنسبه اللي هنشوف المباراه فين، في النادي مع بعض. كل التوفيق لمنتخبنا الغالي ويصعد للنهائي وتكون البطوله المصريه. استاذ هاني دعشوش اكيد انت حافظه. طبعا معانا على طول البرنامج. معانا على طول. صباح الجمال عليكم استاذ كريم استاذ نهاوند، ان شاء الله لو عشت وكان ليا عمر ان شاء الله يا استاذ هاني في هشاهد المباراه مع اغلى الناس امي وابي حاج محمد دعشوش، فهو من علمني وحببني في الكيان حلو ده النادي الاهلي مصنع الرجال. امل بتقول صباحكم مشرق وجميل ان شاء الله، هشوفه في البيت مع ماما واخواتي وان شاء الله مصر هتكسب. دي همسه ولا هماسه؟ همسه. همسه سلامه. همسه سلامه. في البيت مع اخواتي هنكسب ان شاء الله اتنين. يا رب يا همسه بجد. احمد عمر في البيت مع اصحابي الاهلاويه. وحماده خضر ابو مريم يقول هيتفرج عليه باذن الله في البيت ويبقى متواصل، وهبقى متواصل مع اصدقائي واخواتي وبنعمل تحليل كده على الواتس مع بعض. يعني في ناس بيعملوا كده كتير على فكره، يقعدوا يلاقوا بعض في وسط الماتش. طيب الباش محاسب، الباش محاسب في الشغل مع اصحابي في الشغل. طيب والاستاذ محمد نصر طب فين؟ مع احمد ياسر اخويا وحبيب قلبي. طيب تمام. خليل رجب هيتفرج على الماتش في البيت مع اخواته بيقول هنكسب ان شاء الله. العالمي بيقول ان شاء الله هشوفه مع اعز اصدقائي مصطفى مدحت، بالمناسبه هو لاعب كويس قوي هيكون مستقبله في الاهلي ان شاء الله. السيد محمد هيبه صباح الخير عليكم يا كابتن كريم، في البيت مع اخواتي هنكسب ان شاء الله وان شاء الله نكسب البطوله، تحياتي لك عائله هيبه. طيب نروح لمحمد السيد، ان شاء الله هتفرج على المباراه في غرفتي في الشغل، ربنا يوفق منتخبنا الوطني ويفوز الليله ويفرح كل المصريين، ربنا يحفظ لعيبه المنتخب من الاصابات. حلوه الدعوه دي ولعيبه نادينا طبعا ربنا يوفقهم. يوسف محمد جمعان هيتفرج على الماتش في البيت مع عائلته. الاستاذ احمد ميدو مع نفسي. طيب احمد العبد في البيت طبعا. سلامه دينج ابو حمو بعت وقال لنا ايه؟ قال ايه بقى؟ قال لنا يا ستي يا صباح الخير يا اللي معانا، انا بحب برنامجكم جدا نهواند وكريم منورين الدنيا، هتفرج في السكن الخاص بالشغل اتحاداوي وافتخر. وطبعا احنا كمان تحياتنا لكل الاتحادويه وكل مشجعي الاتحاد السكندري. وتحياتنا ليك استاذ سلامه برضه. مصطفى كرم صباح الخير عليكم يا كريم ونهواند، بالنسبه لمشاهده مباراه مصر وتونس هتكون مع عمي عادل عبد الفتاح. واخيرا وليس اخيرا فتحي علي بيقول صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الورد يا استاذه نهاوند، ان شاء الله منتخبنا هيكسب 2-1 ويفرحنا، وهشوف الماتش مع والدي عشان بتفائل بيه. صباح الفل عليك. صباح الفل على حضراتكم جميعا. وكده خلاص يعني الفقره بتاعت السوشيال ميديا خلصت، وكمان الحلقه النهارده خلصت والاسبوع خلص. ده كله خلص. كله خلص. احنا قاعدين لسه بنعمل. يلا بينا. يلا بينا على طول. شوف حضراتكم يوم الاحد ان شاء الله، بس النهارده باذن الله كلنا نفرح بعد المباراه الخاصه بمنتخب مصر. مع السلامه.